الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. مطلوب منك أن تحرك يديك، رجليك، عضلاتك، عينك، أذنك، يدك، هذه تحركها ومن ثم تنجح في أمرك. هذا على مستوى الفريق، كذلك الأمر على مستوى الأحزاب، تنظيمات، شعوب وأمم. أحيانا أمة تصاب بالكسل، أمة تنتظر أن يأتي النصر من السماء، أن تتغير حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال آخرين يأتون من وراء البحار ويغيرون واقعه. إذا كانوا مبتلين، أمة مبتلات بالاستبداد، فينتظرون قوة عظمى تأتي وتطالب بالديمقراطية ومن ثم تصدر الديمقراطية إليه. أمة مبتلات بالهزيمة، تنتظر الملائكة، تنتظر وتتخيل أمور معينة تحدث، وأن العدو ينهار مثلا. يراهن كثير من الأمم الفاشلة، تراهن على انهيار عدوه. كثير من الأمم المهزومة تراهن على سقوط الطرف الآخر. لكن الأمم الناجحة تعرف أن النجاح يرتبط بتجاوز الحالتين، النفسية والخارجية، وأن تكون عندها إرادتان. إرادة تجاوز المشكلة النفسية، مشكلة الكسل، مشكلة الدلع، مشكلة الانتظار الخاطئ، مشكلة الخوف، مشكلة الخوف من الفشل، مشكلة الخوف من العدو وإلى آخره. يعني مشكلة الخوف، الدلع، الكسل وأمور أخرى. وإذا تجاوزت هذه الأمة هذه الحالة، بقيت عليها أن تبذل ما عندها ومن طاقتها الداخلية وليس من طاقة خارجية. دواؤك فيك ولا تشعر وداؤك منك ولا تبصر، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه: تزعم أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر. ابدأ من نفسك، ابدأ من طاقاتك، انظر العقبة التي أمامك لكي تحصل على ما تبغي وما تريد وما تتمناه. هل العقبة داخلية نفسية أم العقبة خارجية؟ إذا كانت عقبة نفسية فتجاوزها عن طريق ماذا؟ عن طريق التدريب، عن طريق المحاولة. أنا أحيانا أقول لبعض الأفراد الذين يحبذون تعلم فن الخطاب، أقول أن الخطابة فن كفن السباحة، لا يمكنك أن تتعلم السباحة إلا إذا نزلت إلى الماء، وربما غصت في الماء، وربما شربت بعض الماء، وربما فشلت كذلك في الخطاب. يقول: ما الذي أفعل؟ أقول: الآن قف أمامي وألقي كلمة من 5 دقائق، في ماذا أتحدث؟ في أي شيء تريد، المهم قف وحاول. نفس المحاولة، نفس الوقوف، نفس البدء بالكلام، هذا معنى أنك تجاوزت الحالة النفسية. بقيت عليك بعض التدريبات وبعض التمرينات، ومن كانت عنده الإرادتان، إرادة تجاوز المشاكل النفسية وإرادة حل المشاكل الخارجية، فإن نجاحه مضمون قطعاً.